بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذكرنا أن الاختلاف حقيقة كونية، وأنه ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع الحقائق الكونية تعاملا صحيحا ليستفيد الاستفادات الإيجابية من هذه الحقائق، ومنها حقيقة الاختلاف. فينبغي علينا أن نرسي ثقافة الاختلاف في أوساط المجتمع حتى لا يتحول الاختلاف إلى خلاف سلبي. ومن الأمور التي تساهم في إرساء ثقافة الاختلاف بالأسلوب الصحيح هو تكافؤ الفرص، ومن مصاديق تكافؤ الفرص حرية الجميع في التعبير وحرية البيان، بحيث أنه يتمكن كل شخص وكل طائفة وكل مجموعة من أشخاص ومجاميع وطوائف المجتمع بالتعبير عن آرائهم وعن أفكارهم، لأنه بغير حرية التعبير لا يمكن السعي نحو كشف الحقيقة، لأن الحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة قد يتوصل إليها البعض دون البعض الآخر. فإذا تم السماح للجميع بالتعبير عن آرائهم، يتمكن الإنسان أو المجتمع من تشخيص الصحيح من السقيم وللوصول إلى الحقيقة. وكذلك لا يمكن الكشف عن صحة المعتقد الذي يعتقده الإنسان في المسائل العقدية الدينية، لا يمكن الوصول إلى الحق إلا إذا كان هناك مسموحا للإنسان أن يستمع إلى الوجهات النظر الأخرى، ثم بالعقل الذي حباه الله عز وجل لهذا الإنسان يشخص الإنسان الصحيح من غير الصحيح. وكذلك حرية التعبير تسبب أن لا يشعر أي شخص من أشخاص المجتمع أو أي طائفة من طوائف المجتمع لا تشعر بالغبن، والشعور بالغبن يولد حالة من الإحباط في الطائفة أو في الشخص المقموع فكريا الذي لا يتمكن من التعبير السليم وبحرية عن آرائه ومعتقداته. فإن الشعور بالغبن يولد حالة الإحباط، وهذه الحالة من الإحباط تولد في كثير من الأحيان العدوانية لدى الإنسان، كما أنه الشخص أو الطائفة المسموح لها بالكلام المقموع غيرها، هذه الطائفة المسموح لها تشعر بالتفوق وبالاستعلاء، وهذا يؤدي إلى الاحتراب الداخلي، الاحتراب الأهلي، لأن الإنسان الذي يجد نفسه مسموحا له بالكلام يتصور أن كلامه هو الكلام الصحيح، وأنه يتفوق على الآخرين،
وأنه كذا وكذا، فهذا يولد فيه حالة من الاستعلاء، وهذه الحالة تسبب أيضا بعكس ذلك بالنسبة إلى الشخص المقموع من الكلام، تسبب أنه يشعر بالغبنة والإحباط، ثم حينما يجد الفرصة المناسبة يحاول الانتقام، وهذا مما يهدد السلم الأهلي في صفوف المجتمع. نحن نلاحظ في التاريخ الشعوب التي اضطهدت، ومنها كان اضطهادها اضطهادا دينيا أو في حريتها في الكلام، حينما انتصرت على الشعوب المضطهدة وجاءتها الفرصة المناسبة نجد حالة الانتقام غير المعقول، هذه استشرت في نفوس هذه الطائفة التي كانت مقهورة سابقا فأصبحت قاهرة الآن. نحن إذا راجعنا النصوص الدينية نجد أن الله عز وجل هو أول من سمح بالتعبير وبحرية التعبير بالنسبة إلى من يعتقد أو يقول كلاما يخالف ما أراده الله عز وجل. فنحن حينما نراجع القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة إلا إبليس، عصى، استكبر. الله عز وجل لم يعاقبه فورا، ولم يسبب أن لا يتكلم، بل سمح له بالكلام، وسمح له بالمحاجة، وسمح له بالاستدلال. والله عز وجل أيضا بين مواطن الخلل في كلام الشيطان، ثم سمح له بالاستمرار وأنظره. حينما نراجع القرآن الكريم، مثلا نراجع سورة صاد، في هذه الآيات المباركات الله عز وجل نجد أنه يقول للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ثم يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هنا إبليس خالف الله عز وجل، الله عز وجل لم يعاقبه فورا، وإنما سمح له بأن يبين وجهة نظره ويبين ما يقوله ويبين ما يختلج في ذهنه. قال يا إبليس، يعني الله عز وجل خاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نجد إبليس يدافع عن نفسه، عن وجهة نظره، على رغم أن هذه الوجهة النظر باطلة، على رغم أنه هو يعلم أنها باطلة، والله عز وجل يعلم بأنها باطلة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم الله عز وجل ينظره إلى يوم القيامة في الآيات اللاحقات، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم إبليس يأتي ويتحدى الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل يسمح له بأن يبين وجهة نظره وأن يعمل طبق وجهة النظر، ويؤخر عقابه إلى يوم الوقت المعلوم أو إلى يوم القيامة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمقصود أن الله عز وجل هو أول من سمح لمخلوق من مخلوقاته بأن يعبر عن رأيه، حتى وإن كان هذا الرأي باطلا، وحتى وإن كان عمله عملا غير صحيح وخالف الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت مع أن الله عز وجل يعلم السبب، الله عز وجل يعلم سبب استكبار إبليس، ويعلم السبب الذي دعا إبليس لترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعطيه المجال ليعبر عما يختلج في ذهنه، ولكي يستنصر للرأي الذي يعتقده. فإذا الله عز وجل وهو الخالق وهو الرازق وبيده كل الأمور يسمح للشيطان وهو الباطل، يسمح له لأن يبين وجهة نظره ثم يمهله، فألسنا نحن أولى بأن نسمح للآخرين
أن يبينوا وجهات نظرهم، وقد تكون وجهات النظر صحيحة، وقد تكون بعض وجهات نظرنا غير صحيحة. وكذلك إذا راجعنا في التاريخ الإسلامي نجد الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين كانوا يفسحون المجال للآراء الأخرى، وحتى إذا كانت آراء باطلة لكي يعبر عنها صاحبها. نجد مثلا في سيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان أمير المؤمنين جالسا في المسجد، في مسجد الكوفة، فقال كلاما في قضية، وكان كلاما جميلا، وكل كلام الإمام جميل، لطيفا، أثر في النفوس. فكان أحد الخوارج حاضرا وخاطب الحضور، ومنهم الإمام عليه الصلاة والسلام، قال: قاتله الله من كافر ما أفقهه. بهذا التعبير الجارح للشعور، هذا التعبير الباطل يعبر عن الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام لم يقل شيئا، مجموعة من الأصحاب انثاروا من هذا الكلام. الإمام عليه الصلاة والسلام قال: سب بسب أو عفو عن ذنب، يعني هو سبنا، إما نحن نسبه كما سبنا ونحن لا نفعل ذلك، أو عفو عن ذنب. وسمح الإمام للخوارج بأن يأتوا للمسجد ويبينوا وجهة نظرهم الباطلة للناس، ويستدلون بالقرآن استدلالا باطلا، ومع ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام كان يسمح لهم، حتى أنه لم يقطع عطاءهم من بيت المال، إلى أن هم اجتمعوا في مكان وقتلوا وأفسدوا. فالإمام اضطر للدفاع عن المسلمين أن يتوجه إليهم، ثم لم يبدأهم بقتال، وإنما حاججهم، وهم كانوا 12,000 إنسان. رجع منهم بعد محاجة الإمام عليه الصلاة والسلام 8,000 شخص، وبقي 4,000 شخص معاندين ويريدون الفساد. فذلك الوقت هم بدأوا بالقتال، والإمام عليه الصلاة والسلام دافع قبل أن يثيروا فتنة عسكرية. الإمام عليه الصلاة والسلام كان قد سمح لهم بأن يبينوا كلامهم ووجهة نظرهم، مع أن كلامهم ووجهة نظرهم باطلة، لأنه مقابل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وهكذا في قضايا أخرى. فنحن يجب علينا، لكي يتمكن المجتمع الإسلامي والمجتمع الإنساني من أن يعيش حياة هانئة، حياة بعيدة عن المشاكل، ينبغي علينا أن نسمح للجميع بأن يعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم، وأن يستدلوا لها. طبعا ليست هذه دعوة لأصحاب الحق بأن يتنازلوا عن حقهم، أو أن يتركوا التبشير بحقهم، هذه ليست دعوة إلى ذلك، بل هي دعوة لهم بأن لا يحكروا ولا يحتكروا حق البيان بهم، وأن يكون بيانهم بشكل محترم. وذلك يسبب أن الحق يظهر أكثر وأن يبين أكثر، لأنك حينما ترى الظلام تلتفت إلى قيمة النور. إذا دائما كان النور موجود، الإنسان لا يلتفت إلى قيمة النور، ولكن إذا كان ظلام وكان نور، الإنسان رأى الظلام ورأى النور، في ذلك الوقت يكتشف أن النور هو الصحيح، ويكتشف قيمة النور. الحق إنما يكتشفه الإنسان إذا رأى الباطل الذي هو أمام هذا الحق، ورأى قبح الباطل وضعف منطق الباطل، في ذلك الوقت يكتشف صحة الحق وجمال الحق. فأصحاب الحق إذا منعوا الآخرين عن بيان كلامهم وبيان منطقهم، سوف لا يلتفت المجتمع إلى جمال كلام الحق، لأن الناس عادة لا يتمكنون من معرفة الأشياء إلا بأضدادها أو بأمثالها. وفي المثل المعروف: تعرف الأشياء بأضدادها، وتعرف الأشياء بأمثالها. فإذا كان فقط هناك سماح للحق فقط، معنى ذلك أنه الناس لا يلتفتون إلى جمال الحق، وذلك مما يؤدي إلى ضعف المعتقد. فإحنا إذا كنا نريد
أن يكون المعتقد مستشريا في النفوس ومتمكنا فيهم، ينبغي أن نسمح للمعتقدات الأخرى لكي تبين أدلتها وبراهينها، ثم نحن نحاول بالطريقة العقلية الشرعية المحترمة أن نفند تلك الحجج وتلك الاستدلالات بالطرق المعقولة. هذا يسبب أن الناس عندما يحكموا عقولهم يرون أن هذا الحق هو الحق، ويرون أن هذا الباطل هو الباطل، وخاصة أنه نحن الآن نعيش في ظرف لا يمكن منع المعرفة أو منع الأفكار الأخرى عن المجتمعات. الآن هناك ثورة تقنية، التكنولوجيا تطورت تطورا وسيعا، الفضائيات، الإذاعات، الإنترنت، شبكة المعلوماتية وغيرها انتشرت، ولا يخلو بيت من البيوت من هذه الوسائل. نحن إذا حاولنا أن نقمع الفكر الآخر ولا نسمح بأن يعرض الفكر الآخر إلى المجتمع، فإننا لا نتمكن ولا نوفق إلى ذلك بوجود وسائل التقنية الحديثة المتطورة. وكل يوم من الأيام هذه الوسائل تتطور، حتى أن العالم تحول إلى قرية صغيرة لا يمكن أن تمنع معلومة من الناس. فإذا نحن منعنا يسبب مشكلة، أن الإنسان يكون حريص على ما منع ثم لا يرى سلبيات الفكر الآخر ويرى سلبيات الفكر أو الطريقة التي نحن نمارسها. الإنسان حينما يكون له خيارات متعددة ينظر إلى هذه الخيارات، يرى إيجابية أو سلبية كل واحد من هذه الخيارات، ثم يختار الصحيح بعقله. ولكن إذا الإنسان فرض عليه خيار واحد، قد يرى بعض السلبيات في هذا الخيار ولا يرى سلبيات الخيارات الأخرى، وفقط ينظر إلى إيجابياتها أو ما يتصوره من الإيجابيات، فحينئذ يحصل هناك حاجز نفسي بينه وبين الخيار الوحيد المطروح أمامه، ويفكر في أن يلتجئ إلى الخيارات الأخرى. ومن المشاكل التي ابتليت بها الأمة الإسلامية هذه المشكلة، حينما بعض المؤمنين كانوا يطرحون الفكرة الإسلامية الصحيحة ويمنعون أن تطرح الأفكار الأخرى حتى إذا كانت باطلة، وكثير من هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يطرحون الأفكار الإسلامية الصحيحة كانت تكتنف بهم بعض السلبيات، فالناس كانوا ينظرون إلى هذه السلبيات ولا يلتفتون إلى الإيجابيات المطروحة في الموجودة في الفكر الإسلامي الصحيح، والنتيجة أنه يتصورون أن هناك إنقاذ لهم عبر الأفكار المستوردة، ينظرون بريقا من بعيد ولا ينظرون إلى السلبيات. وهذا ما أدى أن كثيرا من أبناء المسلمين يتركون الثقافة الإسلامية الحقيقية الأصيلة ويتوجهوا إلى ثقافات غير صحيحة وغير سليمة، وهذا سبب انتشار الأفكار الانحرافية في أوساط المسلمين. نحن الآن نجد في بعض الدول الذي هناك قمع ديني شديد يمنع أي نوع من أفكار الطوائف الإسلامية الأخرى، نجد أن أبناء تلك المنطقة يلتفتون إلى أفكار الشرق أو الغرب أكثر من أبناء مناطق، هذه المناطق قد تكون منفتحة على الأفكار المختلفة. كنموذج بسيط على ذلك، حينما مثلا تذهبون إلى تركيا، تركيا البلد الذي عملت العلمانية بالطريقة المعروفة على محاربة كثير من القيم الإسلامية، عندما تدخل إلى هناك تجد أن الشعب شعبا متدينا بشكل عام، يلتزم بالتدين بشكل عام، لأنه وجد الخيارات الأخرى خيارات ليست فيها كثير من الفائدة، فالتجأ إلى خياره الإسلامي وإلى ثقافته الإسلامية. لذا الله عز وجل في القرآن يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني العقل يقول لك استمع إلى الأقوال المختلفة، والله عز وجل يهديك إلى الاستماع إلى الأقوال المختلفة، ثم بعقلك وبهداية الله عز وجل تتمكن من اختيار
الأحسن نحن نرسي الثقافة الصحيحة عبر السماح بمختلف الأفكار وبمختلف الآراء، ونحتج للحق بالأدلة الصحيحة، وفي ذلك الوقت لأن الحق يتلائم مع الفطرة هو الذي يتمكن من أن يشق طريقه في صفوف المجتمع وفي عقوله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.